تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. لاول مره اقتنع بكلام سيف زاهر برغم ان انا ما بحبوش، ولاول مره بقتنع بكلام ابراهيم فايق بالرغم ان برضو انا ما بحبوش. ومش معنى ان هم احيانا بيمسكوا العصايه من النص او بيطبلوا للمنافس ممكن ما صدقش على كلامهم لما يكون حقيقي، لا، ممكن واحد يبقى عدو ليا او انا ما بحبوش بس يقول كلام صح، هطلع اقول ان فلان الفلاني بيقول كلام صح، زي رضا عبد العال لما قال كلام صح امبارح وفي ناس هجمته وفي ناس صدقت على كلامه. انا من النوع اللي ممكن اختلف مع حد، ولكن لما يقول حاجه صح حتى لو انا خطا اصدق على كلامه واقول فعلا الراجل ده بيقول كلام مظبوط. ابراهيم فايق قال كلام في منتهى الاهميه للناس اللي بتدافع عن موسيماني، للناس اللي برضه بتطبل لموسيماني، للناس اللي برضه بتقول ان ده عن موسيماني. انا مش هطول عليكم، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف في الفقره الاولى ابراهيم فايق قال ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس حضرتك ما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف في الفقره الاولى ابراهيم فايق قال ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. طيب، هل الاهلي عنده افضل من كده يقدمه؟ وبكتير. خلونا نسال شويه اسئله مهمه ونجاوب عليها مع بعض. فهل الاهلي عنده افضل من كده؟ هو عنده بكتير. طب هل النادي الاهلي الغيابات يعني تخليه يفقد كل الجزء ده من ادائه؟ الكره فيها كده، بس برضه يظل حجم الامكانيات لصالح النادي الاهلي بكتير. هل المؤثرات اللي ليها علاقه بارضيه الملعب والجو والطقس، هذه المؤثرات بعد هذا الكم من الاختبارات الإفريقية لزعيم أفريقيا وسيدها بلا منازع النادي الأهلي توضع في الاعتبار؟ توضع في الاعتبار بس في الخانة بتاعة لحد 5-6-7-10% مش أكتر من كده. ولذلك النادي الأهلي بيتقيم من الحتة دي تقييم مختلف، وركز في اللي بقوله عشان ده مهم أوي. الاهلي بيتقيم تقييم مختلف عن اي فرقه تانية بتلعب في افريقيا علشان الحاجات اللي انا قلتها لحضرتك ديت، علشان هو سيد افريقيا، علشان هو حامل لقب البطوله لمرتين متتاليتين، عشان هو النادي الاكثر تتويجا بالبطوله ديت ب10 مرات بيفوز بالبطوله الافريقيه. فانت لما تيجي تقيم النادي الاهلي هتقيمه من انهي ليفل؟ ها، هل هتقيمه ايكوال؟ يعني ما هنبتدي من نقطه الزيرو ونبتدي نقيم ما بينه وما بين اي نادي تاني ولا لا؟ لا، هتلاقي ان النادي الاهلي فارق بكتير قوي 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 في التقييم. فلما تيجي تقيم النادي الاهلي من عند ليفل 7 من 10، السبعه بالنسبه للنادي الاهلي مش نجاح، ال10 من 10 هي اللي نجاح. اللي بقوله لك دي قناعات اتولدت او بقت موجوده من كتر النادي الاهلي ما بيروح وبيكسب. فانت لما تيجي تقيم النادي الاهلي وتيجي تقول للناس اصل دي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي ما بيفهمهاش، اصل في غيابات ما بيفهمهاش، اصل في الملعب منقر ومحفر وبتاع، برضو يعني ماشي، يعني اعمل ايه؟ انا الاهلي برضو هيقول لك كده. اصل الجو، وماله الجو ايه؟ اللي قبلك اخذ البطولات وانت قبل كده اخذت انت نفسك نفس البطولات في اجواء اصعب من كده وظروف. اصل الفريق اللي انا هقابله غامض ما عنديش معلومات عنده. ايوه انت الاهلي، طالما انت مش عارف اي حاجه خالص عن الفريق انت الاهلي برضه هتكسب وتروح وتكسب. فكل المقومات او المعطيات اللي انا ذكرتها لسيادتك ديت هي اللي بتخليك لما تيجي تقيم الاهلي فنان انت كجمهور تيجي تقيمه، فانا يعني كلامي موجه لجمهور النادي الاهلي، بتيجي تقيمه بتقيمه من الحته ديت. فتلاقي دايما غضب الناس انه لو اي فريق تاني خارج من لقاء النهارده 1-1 هيقول لك نتيجه كويسه، بس جمهور الاهلي مش هيقول لك كده، واللعيبه مش هيقولوا لك كده، والاداره مش هتبقى مقتنعه بكده، كل هيقول لك انه لا عشان هو الاهلي فالاهلي زياده عن اي فريق تاني في التقييم، لما هيتقيم هيتقيم تقييم تاني مختلف. اللي بقوله لك ده كلها جايه في دماغ وافكار الناس اول ما المباراه خلصت. ف اللي عايز اقوله لك انه مع كل حالة الرفض للمبررات او الاسباب اللي قادت النادي الاهلي للتعادل بهدف الهدف امام بطل النيجر، الا انه ومع ذلك مفيش ما يدعو للقلق. الاهلي مع فارق الامكانيات
الكبير قوي هنا في القاهرة هيكسب كتير، هيكسب وكتير كمان، وهيجي للعيبة الدافع والحماس لتأكيد نفسه. يعني بشوفها النقطة دي نقطة منتهية. طب هي ايه النقطة اللي مش منتهية؟ هي نقطة ليها علاقة بأفكار موسيماني في المباراة ديت. أفكار موسيماني في المباراة ديت، هل أفكار موسيماني بفكرة التلاتة اللي في نص الملعب هي الفكرة المثلى؟ وهل هو لما بيعتمد عليها بالشكل اللي بيخلي النادي الأهلي يبقى ليدنج، بيخلي النادي الأهلي هو اللي بيقود المباراة، هو اللي بيفرض رتمه، ولا بيعملها حد وقت معين ويتراجع؟ طب الذاكرة بتقول إيه؟ الذاكرة بتقول إنه موسيماني لما بيلعب بتلاتة لا يحالفه التوفيق، ما كسبش قدام سيمبا، ولما جه يلعبها النهارده كان كسبان وما قدرش يحافظ على النتيجة. فكل دي أسباب فنية الناس تتساءل عليها. دي أسئلة كتير جدا هنجاوب عليها النهارده في الجزء الخاص بوان تاتش، في وقفتنا مع محمد عمارة ومع كل اللي بيحصل ده. انت بتتكلم على ضربة البداية، بتتكلم على الاستهلال الأولانية. قال معلومة وقال كلام مهم جدا جدا جدا، ألا وهو إن الليفل بتاع النادي الأهلي مش 1 من 10 ولا 2 من 10، لا، الليفل بتاع النادي الأهلي قيس من 7 وأنت طالع. لو جبت 7 من 10 معناها إن أنت بتتكلم في أندر، بتتكلم في حاجة تحت، بتتكلم في حاجة مش موجودة للنادي الأهلي. إن أنت بتدي الليفل بتاع النادي الأهلي يبقى 7 من 10 ده سقوط بالنسبة للنادي الأهلي، إنما تدي 10 من 10 أو 9.5 من 10 هو ده النجاح بالنسبة للنادي الأهلي. جماهير النادي الأهلي احيانا بتلتمس الاعذار لموسيماني، موسيماني اخذ كل شيء. يا فندم انت عندك مشكله كبيره كبيره جدا جدا ما حدش واخد باله منها. قراءه الخصم فين؟ اي فين مع موسيماني؟ ان انت تستغل الكرات الثابته من اي مكان في الملعب فين مع موسيماني؟ حتى الكورنر يا فندم النادي الاهلي ما بيعرفش يلعبه. شوف الكورنر بيتلعب زي البالونه ازاي، بيبقى سهل على الحراس المرمى تمسكه، وسهل على اي حارس حتى لو ناشئ يمسك الكره اللي بتتلعب. ال 18 اي كره ثابته، فك الاشتباك بتاع المنافس فين؟ لما يبقى فيه تكتل دفاعي، موسيماني بيبقى عاجز تماما عن فك اي تكتل دفاعي. على ايام جوزيه كان بيقسم الملعب بتاع تيتش لقسمين، بيحط المرميين في نص ملعب واحد وبيلعب 22 لاعب داخل نص الملعب عشان يعود اللعيبه على الضغط والمساحات الضيقه والتحرك بدون كوره. موسيماني فاقد تماما انه يقرا الخصم، يقرا نقط قوته، نقاط ضعفه، عاجز تماما عن كده. تبديلاته دايما متاخره ودايما نمطيه، عنده تاخر شديد وعنده تحفظ شديد. بص سيبك يا فندم ان انت تلعب 3 ديفندر او 4 او 5 او 10 في نص الملعب، كل ده مش مشكله بالنسبه لخطته هو حر فيها، ولكن لا في لاعب بيضغط على شفت الكره اللي جه فينا ياسر ابراهيم عمال يرجع بظهره لورا، بتقول للراجل المهاجم اتفضل شوت فيا، مش اللي جه جون، الكره اللي جت في العارضه، اللي شاتها وجت في العارضه، وعلي لطفي حاول عليها بس جت في العارضه وطلع وستر ربنا. فاللي انا عايز اقوله ان موسيماني فعلا فقير فنيا، واي حد يدافع عنه يبقى يقول لي بيدافع عنه ليه؟ هتقول لي واخد 2 افريقيا وراح، والله العظيم كل دي بقايا لعيبه، اللعيبه في جزء منها استنفذ، ولكن هو خططيا فاشل. يا فندم لعيبه الكوره دي زي قطعه الشطرنج، حضرتك بتحرك القطعه زي ما انت عايز. موسيماني للاسف للاسف، وده من بدري حتى واحنا بنفوز، ايام ما كنا بنفوز وبننتقد وبنقول عايزين اداء جمالي، كان بيقول لك اللي عايز اداء جمالي تروح السيرك يتفرج على فقرات في السيرك، واحنا ارتضينا بهذا التصريح بالرغم ان هو غير يعني مش فعاليه الاهلاويه وغير مناسب لينا، ولكن ارتضينا بيه عشان بنفوز. دلوقتي لا بنفوز ولا بنأدي كويس. طيب انا برضو مش هطول عليكم في الفقره الثانيه، وهنطلع ونسمع ونشوف سيف زاهر قال ايه وهنصدق على كلامه. سيف زاهر اللي في بدايه كلامه قال ان انا مع موسيماني قلبا وقالبا، ولكن قلب على موسيماني لان موسيماني ليه فتره كبيره مش في وعي ومش في تركيزه، وهقول لكم مش في تركيزه ليه، بس تعالوا نطلع ونسمع ونشوف سيف زاهر قال ايه. وزي ما اتفقنا تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات. يلا بينا نشوف سيف قال ايه. الاهلي لازم نقف عنده شويه. انا تاني وتالت ورابع انا مقتنع تماما بامكانيات موسيماني، مقتنع
قلت من اول دقيقه اجيب فيها النادي الاهلي موسيماني مدير فني كبير. اللحظه اللي انا هتكلم فيها والوقت اللي انا هتكلم فيها ده دي النهارده لا ده الاهلي ولا ده اداء يرضي جمهور النادي الاهلي، لان الحقيقه النادي الاهلي امكانياته كبيره جدا. النادي الاهلي هو حامل اللقب، النادي الاهلي هو بطل القاره الافريقيه. تحت اي ظروف في فرق كبير جدا جدا في المستويات وفي الصفقات وفي انواع اللاعبين. قول زي ما تقول، قول زي ما تقول، لا يمكن تقنعني ان النادي الاهلي يخرج مرضي او راضي في مباراه زي دي، مستحيل. النهارده اداء النادي الاهلي بالنسبه لي لغز. في بعض الناس تقول لك الشوط الاول كان النادي الاهلي اداؤه جيد. انا بالنسبه لي لسه الاهلي مش هو الاهلي فنيا، لان الاهلي كبير جدا 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 جدا، واداره الاهلي والكابتن محمود الخطيب كان ليهم رؤيه الفتره اللي فاتت على علامات الاستفهام على اداء الاهلي، وده اللي خلى الكابتن محمود الخطيب في وقت من الاوقات يتدخل بعقوبه كبيره. لا، الاهلي في مشكله فنيه وليس في احتياج لورق، وليس في احتياج لورق. الاهلي عنده سكواد رائع، متوفر للاهلي كل الامكانيات، صفقات الحقيقه على مستوى عالي جدا، ولكن يبقى هنا السؤال عند موسيماني مش عند اي حد تاني، لا عند اداره الاهلي ولا لجنه التعاقدات ولا عند اي حد. السؤال عند موسيماني، ليه اداء النادي الاهلي كده؟ معاك كل شيء ان انت تعمل كل حاجه. اعتبروا دي رساله مني لموسيماني، في النادي الاهلي معاك كل شيء انك تعمل كل حاجه، مفيش حاجه اسمها ظروف استثنائيه، مفيش حاجه اسمها تعرضنا لصعاب. لا، انت حضرتك في الاهلي معاك كل حاجه، ولكن الرساله اللي انا بوجهها لك النهارده، انت فكرك خرج بره الملعب لفترات. الملعب مش بس كوره داخل المستطيل الاخضر، ده خارج المستطيل الاخضر كمان. على موسيماني ان هو يقف ويراجع نفسه ويحاول يعوض ويحاول يقف مع نفسه. الاهلي يمتلك ورق كبير، الاهلي قادر طبعا على الفوز ان شاء الله باذن الله بسهوله جدا في لقاء العوده، ولكن كمان الجمهور مستني كوره حلوه. ثاني دماغه مش في الكوره، دماغه مش في الاهلي، دماغه في الفلوس، دماغه في العروض اللي جايه له من بره، دماغه في الماني، دماغه النادي الاهلي هيجدد له ولا مش هيجدد له. النادي الاهلي قرر ان هو يقفل الباب ده وقال له ركز في العقد بتاعك، واحنا بعد انتهاء العقد هنبقى نتكلم. انت ليك عايز فلوس هنديها لك، عايز لو اتفقنا على كل حاجه، ولكن انا متاكد مليار في المية النادي الاهلي مش هيجدد لموسيماني، حتى لو موسيماني عمل اداء كويس وعمل ده، لان موسيماني ابتدى الطمع يدخل قلبه، وابتدى الفلوس تدخل في دماغه، وابتدى يفكر خارج الملعب، ابتدى يفكر خارج النادي الاهلي، بيفكر في العروض القطريه، في الملايين اللي جايه له من قطر، في مراته اللي مش عارفه مصلحته. ممكن تكسب مليارات، ولكن في حاجات وفي مكاسب معنويه تانيه مش هتجيلك، على الرغم ان انت بتكسب قد كده في النادي الاهلي. والنادي الاهلي يعني هو من ساعه العقوبه اللي وقعت 300,000 والراجل هيتجنن. يعني الخواجه تخسر منه فلوس يتجنن، بيعبدوا الفلوس. يعني الفلوس دي معبدهم. ودي المشكله بالنسبه للاخ موسيماني اللي مش عارف في ثواب وعقاب في النادي الاهلي. هتجيد وهتصيب هتاخد مكافآت، هتخفض هتسقط هيوقع عليك عقوبات وجزاءات. مختصر الكلام انا عايز اقول لجمهور النادي الاهلي الواعي ان مش ده ادائنا. ما يطلعش مدرب يقول لك ارض الملعب ولا الجو ولا لينا ضربه جزاء، مش احنا اللي نتشطب بالكلام ده، احنا نادي الاهلي. النادي الاهلي ده نادي بطولات، والمنصات اللي بيقف عليها دي بطولات مفيش بعد كده. المفروض ان احنا نحافظ على القوه بتاعه النادي الاهلي، نحافظ على القوه بتاعه النادي الاهلي. يعني لازم نخلينا لازم نبقى عارف ان النادي الاهلي ده نادي بطولات، مش نادي تاخد بطوله وتنام عليها 10 سنين. مش احنا اللي نعمل كده، احنا مش نادي الزمالك، احنا بناخد بطوله تلو بطوله تلو بطوله تلو بطوله. احنا بنبقى مخلصين التاسعه نقول العشره، مخلصين العشره نقول ال11، نقول نخلص ال20 نقول ال21. هو ده النادي الاهلي، وده عقليه الكثير من جمهور النادي الاهلي. ولكن الاقليه فعلا لا، يعني حالتهم صعبه. يا جمهور النادي الاهلي احنا نساند وندعم، ولكن مش على طول الوقت، مش واحنا مغمضين، لا، لما يبقى في عيوب لازم نظهرها. انا لو اتفضلت اسقف للغلط، طب انا لا مؤاخذه راجل منافق، ما ينفعش. لو كابتن الخطيب عمل حاجه غلط هطلع اقول ان كابتن الخطيب عمل حاجه غلط،
اصل احنا مش مسيسين ولا بنساق بالعصا، لا احنا لينا راي ورأينا يحترم زي ما حضرتك بتقول رايك، انا بحترم رايك حتى لو غلط. ما ينفعش ان انا اقول رايي يبقى انا مندس، انا مش مصلحتي على الفريق. يعني انا امبارح بقول المدرب اللي بيتحجج بالملعب او بالجو او بالتحكيم قول له احترم عقليه المنافس. ما ينفعش ان انت تطلع تقول الكلام ده. النادي الاهلي مش هو اللي يتشبق بالحاجات او يعلق شماعات في سبب التعادل. لقيت واحد داخل عندي في الصفحه يقول لي انت بتهدم النادي، انت مندس، انت جاسوس. يا عم هو فين الجاسوسيه في الكلام اللي انا بقوله؟ بقول المدرب ما يحترم عقليه المشجعين الاهلاويه. ما ينفعش يطلع يقول لك ده لينا ضرب، لينا ضرب جزاء بس خلاص ما اتحسبتش، خلاص نتغلب نتعادل خلاص. ما انت بتلعب في ظل في وجود الفار وبتتظلم في وجود الفار، ما بالك مش في الفار واصلا الحكم مش هيحسب لك ضربتين جزاء على الرغم ان ممكن المفروض يحسب 10 ضربات جزاء ما دام في اخطاء. ولكن اللي انا عايز اقوله ان فعلا موسيماني رصيده خلص لدى جماهير النادي الاهلي، مش هقول اكتر من كده خلاص. طفح الكلمه الموسيماني اداء سيء ما يعني موسيماني الاهلي بيلعب كوره وحشه بعد ما كان بيلعب كوره روعه ممتعه. دلوقتي النادي الاهلي بيلعب كوره ما حدش حاببها، قلنا واستحملنا عشان النتائج، ولكن دلوقتي لا، في ناقوس خطر بيدق على النادي الاهلي والسبب موسيماني اللي تركيزه خارج الملعب. ده الفيديو بتاعنا. ما تنساش عزيزي الاهلاوي اخويا الاهلاوي وحبيبي واللي بيحبني وانا بحبه وبحترمه يدعمنا بلايك للفيديو. ممكن يبقى مثلا 100 واحد شافوا الفيديو، ابص الاقي مثلا 2 عاملين لايك، 3 عاملين. طب ليه؟ ما والله اللايك مش هيزعلك، بالعكس جرب كده يمكن بايظ عندك زر اللايك، اعمل لنا اللايك بتاعك الجميل. ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.